شوفوا خوتي او الساسي طاحت عليه مدريه واحد ما هزو واحد ما عاونو. ياه الساسي جاربه وش بيه هذا وش صرالو؟ ونرجعو نسدو ديرو لو بلاطرا ننضرو واطي بيكوش. الو الو ذهبية فريدة انعم اجري راجلك الساسية وهنا في السبيطار. كيفاش راجلي في السبيطار؟ الدنيا مقلبة علي في الفيسبوك مش كيفاش اخان انت انا ما شفتش فيسبوك. صحة صحة كوبي اني جاية اني جاية. ازرب يزرب يجري هاك اديه ليه ليه يدير سبلاطر اجري يجري يجري يا بدا مش بيك بنتي ود سيد طاحت عليه ما تقول لي البلاطر تعرف خير من الطبيب انت ازرب انت وش تستنى. شوفوا خوتي او الساسي طاحت عليه مدرية واحد ما هزو واحد ما عاونو. شوفوا طبيب هذا جارنا وهذه مرته كي اختي ولا اكثر تعيش تهلا. ما تقلقيش فريدة ما تقلقيش مدام هو مليح بصح ما ظنيتش يعيشها. علاه بصح سيد ما به والو انا ما فهمتش ديجا علاه درتو له البلاطر في يده وفي رجلو. سي نورمال مدام راجلك طاح من الدراري يتكسر من يده يتكسر من رجلو يتحل من راسو الحمد لله ربي ليسلك على خيره بصح ما ظنيتش يعيش. تران سيد هذا مهبول ولا يقولي له بلي راجلي طاحت عليه مدرية في شونطي طبيبه طاح في الشونطي. هذا ماشي العياشيه هذا الساسي جارنا لقيتو مضرور في الكولوار طلعتو البلوك ليه ليه. والعياشي وين راح؟ في الكولوار. العياشي في الكولوار اني انا اللي ما ظنيتش نعيش. مدام راجلك طحت عليه مدرية وماشي سهلة. سمحي لي دكتورة وحالته كيفاش راهي درك؟ راهو مليح دوكا بصح عنده تروماتيزم كرانيان. وش معناتها؟ معناتها انفصام في الشخصية قادر كل يوم ينضلك بشخصية جديدة. هذا بلا ما طيح لي المدرية مضروب في راسه من بكري كون نحكي لك تزوجنا واش صرالي. شوفي مدام قلنا عنده تروماتيزم كرانيان يعني لازم عليك تسعفيه وما هو شافي على والو. كيفاش يعني حتى انا ما يشفاش عليا؟ وي مدام سي بوسيبل. دقيقة ساسي شوف فيا عرفتني؟ هذه تاني عرفتها. شفتي دكتورة هاو شفا عليا شكون انا ساسي؟ يما يا بنتي انا راني نقول لك الدعوة ما تشكريش ضربة كبيرة غير شوفي حل عمرك. يا سبحان الله انا رميت المادرية هو جاز جات فوق راسو قدرت ما غاد. وانت يا راجلك هذا في كل محنة يحضر هاك تشوفي زهر يما وش راح ندير انا نصبر وخلاص. زهرك انت اللي درت جبتيها لعمرك قعدتي فطرتي على جرانا. هذيك النهار ديك النهار برويضه معمره بغلي رايح ليها حتى قاص روحه وي تكون اكسيد ويكون هو موالف موالف بالخلايا. شوف قولي لي هادو كامل جاو يطلعوا عليك راك معايا راكي مشهورة. شكون انا؟ ايه بو عليك يا اللي ما جايب روحك خبر هادو جاو عليك نتايا. او مشيتي يا وليدي من الحج؟ لا يسترنا انا قلت لك ضربه كبيره بنتي واش راح ندير وما ندعي له ان شاء الله ربي يجيب الشفاء وخلاص ان شاء الله. هذا واش يقول بنادم يا اللي شوف الله يجيب الخير وخلاص. ربي يسترك يا خويا ساسي الحمد لله اللي سلامات هكذا ولا اكثر. كيما قلت لك انا هاو قالك ربي يسترك. والله كثر خيركم انتوما كثر خير اختي فريده وقفت معايا في السبيطار ماشي هي والله العظيم ما فيش سرانا النهار هذاك بلا مزياده بيا حبيبتي هذا راجلك وزيد الساسي عندنا منه عشرة سبحان الله. يا والله ما على بالي انا والله ما على بالي انا كرميت المدري سمعت الحيطه ما على باليش كاع باللي ساسي راه
حنا نخرج لقيت الدموات وقريصان وخليت. قدر الله ما شاء فعل. قدر الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. كلمتوا قهوة. بس عشان دير قهوة. صحي صحي يا ابو الحلال. هذا عمر عمر. أنا فافا خاطيه أمس ساسي كي كان جايز طحت عليه المدرية. أها الذراري وعلى بالهم الناس الحومة كاع على بالهم حكاية الساسي والمدرية. ذاك النهار المعلم دارنا لابريسيون والساسي قلنا لازم نديرو لي فواياج. أنا رميت المدرية ونسمع العيطة. والله يا ساسي صاحبي نقول لك الصح لو كان ماشي المعلم دار لي لابريسيون واش داني نطلع للدار أنايا؟ كيفاش نرمي المدرية على جالك؟ هذه ماكش من هذه. والله ما بلعاني يا ساسي والله ما بلعاني يا سيدي. هاني نقولها لك انت مازالك هنا وين حبيتي نسمح فيك نسمح فيك ماكش من هذا. اسمع لك بيت ماكش معاود تروح انت كيما حبيت. ايا نوضو نوضو خرجوا عليا صح. معليش ندير باتيسي المدار انت جبتها هكا. ايا نوضو ما تولوش نوضو في الدار. صاحي يا ساسي خويا ربي يجيب الشفاء. هيا هيا تنزل تروح تلبس. صاحي هيا بقى على خير يا ساسي خويا. انا ماشي بلعاني وكان بلعاني نرمي عليه المدري انايا ما نرميش عليه المدري. جاي فوق باب الواد جاي حومتنا دايرين بينا بزاف تحوس. راحوا كاع الحمد لله اللي راحوا سيدي. جاوا يطلعوا عليك انت مريض مرضوني انا ثاني. ها